تليفون الفاني بلاوي هذا حق اوتسايد هذا حق انسايد بعد عن بوزي شوي قول لي وش يسالني له لا بس لعقال مسكين ما يحتاج لا لا احمد هاي السؤال في الماء بوزي تفاجئ انا دي تعال انت تعال ضربتونا اللي ما له يسوون كبر اخي الله يبارك له يعني خلاص عقال واستوسيد انا اقول وبس هنويا شنو ندمت عليه قلت لزوجك ايام الخطوبه ولا حنا ندمان عليه الحمد لله ما في شيء ندمان عليه قلت جيلي بالغلط ما في لا لا الحمد لله من امور طيبه شكله اشياء قايل ما خليت شيء في اشياء بغيت اسويها يعني قلت له ان شاء الله بسافر وياك ومنروح هذا اللي ما سويته ولكن احبش كلمات الغزل هاي صدق فعلا للحين ضاله يصير بس انا ما قلت لها شيء ندمت عليه بصراحه والله ما اتذكر شيء اشياء واجد كلش مثلا يعني كلش الاخوان يطاري عدت يعني مثال واحد كنت بوديها باريس وديت العمره يعني شيء طبيعي يعني شيء طبيعي حياه الخطوبه فيها مجاملات فيها شيء ما قلت شيء يعني ما قلت شيء ندم عليه لا ما الصياحه هي قبل الزواج مبندينه لكن هذا ما ينقال خافت الفضوح شكله اي والله اكتب لي في ورقه لا ما اعرف وش ما تسوي لنا لقاءات يا اخي ما على لا لو احنا يا اخي مو احنا وين كمان حبيبي يا اخي يا اسمع يقولون في الانستغرام يا اخي انت مسكت انا لا كاميرا لا قالوا ايدك اللي مسكته انا ما لي اكو اشر عليك رفيقك من ورا عرفنا عقد دعوه ملك المال عقد دعوه عدل الله يعرفه الله يمن عليك بزوجه ما صارت ولا استوت مخلوطة جميع الجنسيات فيها وعلي أربعة جوازات أربعة جوازات باكستاني سوري فرنسي وبحريني خلنا من شيء بارك للبعض تعالوا انقلوني الله يوفقه ويسر أموره إن شاء الله والله قلت له خلص جامعة بس تخلص أول ما توظف تزوج بس لو موفق مستعجل يعني وقبل ما يخلص جامعة وتزوج يقول أنا نصحتك كذي أنا ما نصحت بارك له شو أقول شو ما أدري وش أقول منه هو العيال ومنه المال منه العيال ومنه المال بالبركة بوقي كل ما نروح مطعم ناكل نتعشى ولا نتغدى ناسي بوقي ناسنا يعني خلاص سميناه بوقي رجاء كله مفلس يعني فمون ست عشر شلون عرس قبله؟ سوى لي انك مبك بقى اذا ما قمت عرس الله يفرجها لا 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 اذا رحت الحج اذا رحت الحج انا ما في امل للاسف هل ولد اخي اصغر مني وسبقني في العرس ليش هو غلب؟ غلبني لانه عنده عزم وراده مو نفسي اسود وجه قريب انا ما ان شاء الله قريب طافنا ويسوي بعد داس علي المفروض انا وياه ان شاء الله قبل 20 سنه 30 سنه اما يصير في بيزات ما في بيزات الله يوفق لك تاخذ 200 مره واحده لا 200 مره على صعب 200 واحده احنا قادرين على ناخذها على الوالده لا يعني تعطينا الامر بس نعرس انت متزوج ولا لا وش لوك شلون عرفت قصروا علي بقصروا علي انا بعد لا ما زين ما راحت عليك وشوفوا الفيديو ها ومنه عيال ومنها المال بارك الله في المعرس زين ما اعرف بعد وش والله انسى من اسالك لا تتكلم أنا ما أعرف أتكلم اللي يخرجون سوي عن لقاءات بارك للمعرس يا عم شارة ويكفي شارها والسيارة هي بعد تاسر ماسك الشر مكفيني أختمنا يقول يلا خير
وكان عندك ألف طريقة إنك تخرب حياتك، بس اخترت أخس هالطريقة يعني الصراحة. أقول له المعرس لا يسوي كيرمير لأن فضائحة عندي كامل. وش تقول؟ يستوي سيدة ولا خمس بالموستينج؟ من اللي يستوي سيدة؟ أنا له. مستحيل. والله رجال إنزين طول عمره من المسجلة بيته. زينة ما له فضائح الرجال سيدة ويدرس جامع الرجال ما في ولا شيء. رافض عجيب الكلام. بالنا كلنا تضروني السنة الجاية. الله يطلع البركة مبروك هاني حبيبي. شوي شوي عليه مسوي له حركة تستسلم وهذا. عندنا خلاص. يا شباب يا ترى. ويش أقول ما أعرف والله ما أعرف. لا لا ما لي بس واقف. وعن روحنا بالمرة. مشغول مشغول. عارف المحرز. تعال تعال تعال. عارف المحرز. لحظة. دقيقة. ما ببارك لها ما مشغول. لا لا لا. الله يبارك فيه وبارك في حياته. عبري تعال خذ. وياي تعال. انت بعد تعال. تعال تعال تعال. أنا واحد. وش تقول المعرس؟ كلام كلام. صبر لا تجيب طافيني كذي يعني. خلاص لا لما تبعاد. هو ينباني اتحكي انا ما ينباني اتحكي بس بتحكي يعني. اشكر جميع الحاضرين وان شاء الله الزواج الثاني والمره الثانيه ان شاء الله. بيع يوتيوب تعال تعال شوي تعال تعال بعطيك كار.